لكن كمان اعتقد حضراتكم عايزين تطمنوا على الاهلي، مش كده ولا ايه؟ معرفش هو حد دلوقتي مشغول بحاجه غير المنتخب؟ يعني انت مش مشغول بحاجه خالص؟ مش هطمنك ومش هتكلم معاك ومش هقول لك حاجه. انا عارف الحيل بتاعتك. طيب كابتن سيد عبد الحفيظ، خلي بالك في النقطه مهمه جدا. اي حصيف، ايوه، عنده معرض جاله لحد عنده في كل اهم نجوم افريقيا والصاعدين والهابطين والمحترفين والهواه، مش محتاجين غير الاجهزه الفنيه بس تشاور. وشاورت؟ يبقى منتهى السذاجه لو شاورت دلوقتي. لسه كام جوله كمان. انت تقدر تشاور دلوقتي مين لفت نظرك من اللعيبه؟ لا. طيب. بس على الاقل يعني الـ الـ لا، هما بص، انت عندك لعيبه اجانب هايله. ان ما ظهرش حد يعمل لك الفارق وحد يكون جاي له عرض من لعيبتك، مش من العقل انك انت تعبس في هذه المنطقه. لكن لو حد جاي له حاجه وحد لقيته يقدر يسد بشكل ممتاز جدا، يبقى فهنا الكلام، وده لازم يتساب في هدوء وتحت الرادار ومحدش له دعوه بحد.